قصة فكور ومكور، فهيا بنا نتابع ما حدث لهما. مرحبا فكور. مرحبا يا مكور. لقد سمعت أن عندك 100 حيلة وحيلة تصطاد بها فرائسك وتتخلص بها من أعدائك. نعم، فأنا ولا فخر أذكى وأمكر ثعلب في الغابة. هل تسمح لي أن أصاحبك لأتعلم من حيلك وأفكارك البارعة؟ هذا شرف لك يا صديقي. يا له من أسد قوي ومفترس. هيا يا صديقي، أنقذنا بحيلك البارعة من هذه الورطة قبل أن نصبح طعاما له. لقد ضحكت عليك يا صديقي، فأنا لا أملك حيلة واحدة ولا أعرف كيف أتصرف. لقد انتهينا. ها؟ لماذا ادعيت العلم والذكاء وافتخرت على غيرك وأنت لا تمتلك شيئا؟ هيا اسكت ولا تنطق بكلمة واترك الأمر لي. أمرك مطاع يا صديقي. إلى أين أنتما ذاهبان؟ إننا نبحث عنك يا ملك الغابة في كل مكان لتحكم بيني وبين أخي مكور هذا. أحكم بينكما؟ في أي شيء أيها الثعلب؟ إن أبانا الثعلب الكبير ترك لي ولأخي هذا 3 عنازات سمينات لنقتسمها بيننا، لكن أخي هذا ظالم يريد أن يأخذها لنفسه فقط. لن أتعجل وآكل هذين الثعلبين الصغيرين قبل أن أعرف مكان العنزات 3، ثم آكلهم جميعاً. أين تلك العنزات لأقسمها بينكما بالعدل؟ داخل هذه الفتحة في الجبل. أرسل أخي مكور هذا ليحضرها بسرعة لتقسمها بيننا. اذهب. لقد غاب أخوك كثيرا أيها الثعلب. ألم أقل لك يا سيدي إنه ثعلب ظالم ماكر يريد أن يأخذ العنزات لنفسه؟ أرسلني إليه لأحضره لك ذليلا كثيرا هو والعنزات 3. اذهب وأحضره بسرعة، فأنا مشغول جدا. ها؟ على الفور يا سيدي. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، لقد استل